بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيجي مع بعض نشوف النهاردة حاجة جديدة في CSS هنتكلم عنها وهي Attribute Style. قبل ما نبدأ على طول نخش في الأكواد الخاصة بقى بالCSS في Background والColor وكل الأشياء دي، هنتعرف على Attribute Style عشان نقدر نفهم الفرق بينه وبين ال Internal Style Sheet وال External Style Sheet والانلاين ستايل شيت. ستايل اتريبيوت بيتكتب بالطريقه دي. ستايل ده اتريبيوت تقدر تنفذ في اي كود سي اس اس. فلو جينا هنا قلنا باك جراوند مثلا باللون الاخضر، هنعمل حفظ، نروح نعمل ريفرش، هيطبق بالطريقه دي. فبالتالي عرفنا اتريبيوت ستايل ده بيستخدم في حالات شاذة جدا عند تحديد عنصر معين وسرعة استجابة ليه، ان هو بتحط له قيمة او اتنين، اما كمان بيتعامل مع الجافا سكريبت او الجي كويري تقدر تحدد فيه القيم اللي انت عايزها. ونشوفكم على خير في الدرس القادم. السلام عليكم.